يا مساء الفل واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وين بوكس. طبعا يوم مختلف، يوم النهارده معانا مليان بفقرات متنوعه وان شاء الله كمان تنول اعجابكم ورضاكم. لكن طبعا في البدايه ارحب بزمايلي واصحابي واخواتي نوران ونور، او نوره ونوران. حلو كده. ازيك يا نوره؟ عامل ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا فاروق؟ عامل ايه؟ انت اللي بتحبي نور. ايوه بحب نور. صح، وهي بتحب نور. وانا بحب نور برضو عادي الاثنين. طب ما دي لخبطه بقى، اصل نوران طويل شويه والناس كلها بتقولي نورهان. نورهان اصلا. ازيك يا نوره؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الاخبار؟ الحمد لله بخير. الحمد لله تمام. النهارده ان شاء الله يكون معانا كده فقرات حلوه. صح كده. النهارده ان شاء الله في اخر فقراتنا هتكون منورانا خبيره علم الفلك والابراج سابي، وهنتكلم بقى معاها عن توقعات الفتره اللي جايه. طبعا هنستنى كل الرسائل بتاعتكم وكمان المكالمات، اي حد حابب يسال عن البرج بتاعه استنونا في اخر فقره. حلوة قوي. أما الفقرة الثالثة هيبقى معانا ضيفتنا اللي هتنورنا إيمان عسكر، وهي مغنية وصناعة محتوى على السوشيال ميديا ومؤلفة كمان، وهي عملت أغنية حصل تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا عليها، خصوصا أن هي لخصت القضية الفلسطينية في 90 ثانية وغنتها باللغة الإنجليزية. ويمكن الشباب الصغير اللي ما يعرفش كتير عن تاريخ القضية الفلسطينية تفاعل معها وبالفعل بدأ يدور ويبحث عن أصل وتاريخ القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حلو قوي، عظيم جدا. والفقرة الجاية يا جماعة يعني ايه، موضوع لطيف جدا وموضوع كمان يمكن أثار يعني جدل على السوشيال ميديا والناس ابتدت تتكلم عليه وتقول هو بيحصل كده. بيحصل كده. ايه هو بقى؟ انتشرت يعني ورقة المفروض يعني لنموذج الامتحان اللغة الإنجليزية لبنت كاتبة ايه بقى؟ كاتبة يعني للمصحح، او كاتبة المفروض يعني بدل ما تكتب الاجابه بتاعتها كاتبه والنبي نجحني علشان خاطر والدتي. هي المفروض عشان خاطر يعني ايه؟ امي. امي تمام. عربيه في الاخر خالص يعني الموضوع برضو فيه شويه تفاصيل كده حلوه وكاتبه شويه كلام تاني، لكن في الاخر خالص هي وصلت الرساله باللغه العربيه. وكمان بتقول ايه بقى؟ بتقول يعني نجحني بقى عدين. طبعا الموضوع حلو، هنتكلم برضو ايه بالتفصيل مش هنحرقه قوي يعني. بالظبط كده. اما دلوقتي بقى فحابين ان احنا نتكلم معاكم عن مبادره خاصه، يعني هو موضوع بناتي كده شويه، ولكن المبادره دي خاصه اكتر بطالبات في كليه الاعلام جامعه القاهره. قرروا ان هم يعملوا مشروع التخرج بتاعتهم. التخرج بتاعهم عباره عن مبادره اسمها كوني انت. المبادره دي هدفها ايه؟ يمكن هم لاحظوا انه البنات بالتحديد في سن المراهقه بيكون اغلب تفكيرهم كده ان هم عايزين يغيروا من شكلهم. طول الوقت مثلا بيحطوا فول ميك اب، طول الوقت عايزين يكبروا نفسهم، طول الوقت بيتفرجوا على صور المشاهير وبيتفرجوا على عمليات التجميل، كل واحده عايزه تغير حاجه في شكلها. فده يمكن اكتر حاجه لفتت نظرهم وحبوا من خلال المبادره بتاعتهم دي ان هم يقولوا انه لا، خليكي واثقه في نفسك زي ما انت بشكلك من غير سوري من غير اي تعديل فيه. عظيم. دي حقيقه. يمكن الفكره انه الشباب والجيل اللي طالع دايما بيحاول ان هو الرول مودلز بالنسبه لهم النجمات والمؤثرات والفنانين والمودلز اللي على السوشيال ميديا. فتلاقي بنت عندها 15 16 سنه مثلا بتدور ازاي توصل للبرفكشن او للكمال، ان هي بشكلها تبقى جميله من خلال بقى تعمل فول ميك اب او تعمل عمليات تجميل. وللاسف بقينا نشوف فعلا بنات في سن صغير بيسعوا دايما ان هم يكبروا شفايفهم، يصغروا مناخيرهم، يصبغوا شعرهم، يعني يحاولوا ان هم يتأثروا بالسوشيال ميديا. ويمكن الدراسات او في دراسات كتيره جدا اتعملت في الموضوع ده وقالوا ان السوشيال ميديا بتأثر بشكل سلبي جدا على نفسيه البنات، لان هم لما بيشوفوا الصوره بتاعه الموديل اللي على الموبايل وبيقارنوا نفسهم بيها بيشوفوا ان هم بعيد جدا عن الشكل المثالي اللي بيعجب الناس او بيعجب المجتمع. بالظبط. صح يا نور. بصوا يعني احنا دخلنا هنا في منطقه برضو حلوه قوي، وعلى فكره هو المشروع ده مشروع فعلا محترم قوي، لان هو بيناقش قضيه للأسف احنا بنشوف بعض الشباب الصغير في سن المراهقة احنا بنشوفهم واحنا يعني اكبر منهم في سن شوية، فاحنا عارفين ان هم عاملين ايه في نفسهم. يعني هي عايزة تكبر نفسها. انا عارف على فكرة انت عاملة ايه، بتضحكي عليا. انا ماشي حلو وكل حاجة، لكن ما نوصلش لمرحلة ان احنا لسه جسمنا بيتكون، لسه ملامحنا ما سبتتش على فكرة، لسه كل دي مراحل عمرية احنا لسه عاملين تختلف بالنسبة لنا من ناحية الشكل وكذا حاجة وكذا عامل، وحتى كمان شخصيتك بتختلف. انك توصل لمرحلة بقى انك عايز تعمل عملية تجميل عشان خاطر ممكن نعمل مش تجميل قوي، يعني عايز ممكن نعمل حاجة في الشفايف، نعمل حاجة في المناخير، نعمل حاجة في ايا كان ايه هي،
لو هو الموضوع ده مسبب لك أزمة وهي الحاجة دي ممكن بتأثر عليك بشكل نفسي بشكل كبير، هنا مفيش مانع ان احنا ممكن نعمل تعديل. لو هنا في ممكن يديها ثقة بنفسها يعني اكتر، عندنا مشكلة احنا حاسين ان انا لا ممكن اعدل الموضوع ده، عظمة المناخير اعدلها، مش عارف ايه الكلام ده. لكن نوصل لمرحلة ان احنا بنقلد او ايه اخرة ال 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 بيسموها ايه، الصيحات والعتل مش عارف الجو عامل ازاي، كل ده في الاخر خالص بيوصلنا لمرحلة ان احنا بنخسر فيها حاجات كتير جدا لما بنكبر. بالظبط. ويمكن حتى لو ما لجأوش لعمليات التجميل، بقينا دلوقتي كل صور البنات اللي هي في سن صغير شوية على السوشيال ميديا لازم فلتر، لازم طول الوقت واسعين عينيهم وحاطين رموش وعاملين شفايفهم، يعني طول الوقت يا اما مثلا بيستخدموا الفوتوشوب يا اما ابلكيشنز مثلا على الموبايل بيحاولوا بيها ان هم يعدلوا من شكل جسمهم او شكل وشهم. حقيقة ان انا مش ضد عمليات التجميل خالص، وبشوف ان هي زي ما انت قلت ممكن لو واحده فعلا عندها ديفو صغنن، عندها حاجه كده مخليها مش واثقه في نفسها قوي، فليه لا ان هي تعمل ده. بس انا ضد فكره ان انا ابقى بعمل ده عشان خاطر اوصل لمرحله الكمال، او عشان خاطر ان انا يبقى كل حاجه فيا بالسنتي وانا ما عنديش مشكله حقيقيه. بالظبط. بلس ان انا بشوف انه طول ما انت مثلا عندك حاجه في شكلك هي مش ازياك قوي او مش ضراك قوي، ما تدخلوش يعني اوضه عمليات برجليكم. يعني ليه حد يحط نفسه في مرحله ان هو يدخل اوضه عمليات وياخد بنج كلي ويتعرض لمخاطر كتير جدا عشان بس تعمل مناخيرها ولا تعمل حاجه في شكل جسمها؟ لون بحسها مش مستاهله يعني. بصي، هو يمكن اللي بيعمل كده او السبب في كده انه دايما كل فتره على السوشيال ميديا بيحطوا مقاييس للجمال، اللي هو المواصفات للجمال، انه المناخير بشكل معين، الشفايف بشكل معين، الرقبه بشكل معين. فكل حتى النجمات بيسعوا ان هم يبقوا بالشكل ده. ففعلا زي ما انت قلتي، لما تخش عمليه غرفه عمليات وتلاقي ان هي بدل ما تطلع جميله اتشوهت بسبب خطا طبي، فده ممكن يتحول معاها لاكتئاب. مش حتى تتشوه يا نوران، شوفي احنا قرينا عن كام حاجه بتحصل ان ممكن لا قدر الله ما تطلعش اصلا او تطلع عمليات التخدير، حتى لو طلعت حتى كويسه فليه المخاطره؟ فاهمه قصدي ايه؟ بلس انه اصلا اغلب الفنانات دلوقتي بقوا بيطلعوا على السوشيال ميديا ويقولوا يا جماعه ما تصدقوش شكلنا، ما تصدقوش ان احنا طول الوقت كده، او انه دي حقيقتنا، او ان احنا طول الوقت مثلا في البيت قاعدين بفور ميك اب وعاملين شعرنا ولابسين حلو. انه لا، في الاول وفي الاخر الكاميرات دي بتحسن من شكلنا، بتداري الديفوهات، كلهم عندهم مشاكل في بشرتهم، عندهم ممكن حبوب، عندهم المسام واسعه، شعرهم بيبقى اكستنشنز، فكل الصور المثاليه دي اللي احنا متخيلين ان دول ده شكلهم الطبيعي، لا متطلبات. هو احنا ساعات بنشوف بالظبط، ساعات بنشوف ممثله في الحقيقه نقول لك ايه ده، ده شكلها مختلف تماما عن الكاميرا، تبقى وحشه بس مختلفه، بس بتطلع في احسن صورتها على الكاميرا. بصوا يمكن يعني انتوا كبنات برضو، معلش نوران، انتوا كبنات بتهتموا شويه بالتفاصيل قوي، وده مش عيب، بس كل مهنة ليها شكلها وليها أسلوبها، سواء كانت فنانة أو مذيعة، دايما كل حاجة ليها عامل الإضاءة، يعني إحنا لينا أسلوب معين شوية ممكن في شغلنا، فكل حاجة بقى ليها يعني الأدوات بتاعتها اللي المفروض نشتغل بيها. لكن إن إحنا نوصل لمرحلة إن إحنا نعدل في شكلنا بعمليات تجميل وإحنا أصلا مش محتاجين، دي لو واحدة مش محتاجة تمام، لكن لو واحدة محتاجة ممكن ده يزود ثقتها في نفسها، برضو أنا مع إن هي تعمل كده عشان يبقى عندها ثقة تقدر تواجه بيها المجتمع. ممكن تبقى الناس كلها مش شايفة العيب ده، لكن هي بس اللي شايفاه، فمأثر عليها في التعامل مع ناس أو ثقتها في نفسها. مش من بدري، مش من بدري طبعا، يعني مبقاش من 12 13 17 20 سنة. لا هي بتستنى لما يبقى عندها 21 سنة عشان الدكتور يقول لها لما يبقى عندك 21 يبقي تعالي لي. بالظبط. خلينا نتكلم اكتر عن المبادره مع تؤى مجدي، هي معانا واحدى مؤسسات او احدى طالبات كليه الاعلام، وكمان احدى مؤسسات مبادره كوني انت. يا تؤى ازيك؟ اهلا بحضرتك، عامله ايه الاخبار؟ تمام زي الفل الحمد لله. يعني احنا بنحييكوا على المبادره دي، انتوا طالبات في كليه اعلام وفكرتوا فعلا في نقطه مهمه جدا دلوقتي منتشره بشكل كبير جدا في المجتمعات، مش بس العربيه كمان المجتمعات الاوروبيه، وهي عمليات التجميل، او اي بنت بتحاول ان هي توصل للكمال من خلال تعديل حاجات في شكلها او في جسمها. في الاول كده خليني اعرف منك ايه اللي خلاكي انت وزميلاتك تفكروا في المبادره دي، وهل فعلا اتعاملتوا مع بنات بتفقد الثقه في نفسها بسبب حاجه في شكلها او في جسمها معين؟ بصي اقول لحضرتك، هي الفكره جات لنا من الناس اللي حوالينا، من الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، السوشيال ميديا كلها
موجود كده عليها زي بوستات ده من مقاييس الجمال، سواء بقى يجيبوا شعر سايب حرير كده، حواجب مظبوطة، عيون واسعة، حاجات كده مش منطقي انها تكون موجودة في البنت نفسها. وده اتعاملنا فيه مع بنات وشفنا ده انه البنات مش بتقدر تنزل الصبح كده صباح الخير، ما بتقدرش تنزل من غير ميك اب بالظبط زي ما حضرتك بتقولي. تصحى مثلا المحاضره ولا ميعاد الشغل الساعه يبقى 10، هي تصحى مثلا من 7 او 8 بحيث انها ايه تلحق تجهز نفسها وتقدر تنزل الشارع، بحيث انه ايه كده تمام انا كده اقدر. كنت بعمل كده ايام الجامعه والله انا جت عليا فتره كنت فعلا بعمل كده بس بعدين قلت لا، هو ايه ده، هو انا لازم كل يوم اصحى واحط فول لا ما ينفعش. انا اهتم بايه، بحاجه هتعيش معايا العمر كله مش المظهر بقى هو ده، لا دي حاجه خارجيه كده كده يعني دلوقتي او بعدين، يعني الجمال ده بيبقى زي ما بيقولوا جمال الروح. صح. طيب قولي لي يا تقى، هل انتوا المبادره دي يعني عملتوا فيها ايه بالظبط؟ هل كنتم بتوعوا البنات بس؟ هل بتخليهم ان هم يلجأوا مثلا لاخصائي نفسي او حاجه زي كده علشان يساعدهم اكتر ان هم يتقبلوا شكلهم من غير مجهود كبير، ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ احنا اتكلمنا مع متخصصين طبعا في الموضوع ده، اتكلمنا مع دكتور تغذيه ودكتوره جلديه ودكاتره مشهورين جدا يعني، وعرضنا عليهم الفكره بتاعتنا وهم بصراحه انبسطوا جدا، قالوا لنا فعلا ده بيحصل، احنا ناس بتجيلنا واحده مثلا هتوصل لحاله اكتئاب كمان مثلا اسبوع اسبوعين واحنا مش عارفين نعمل لها ايه يعني، لا انت بنقول لها انت جميله. فاحنا لما اتكلمنا معاهم في الموضوع ده كانوا مبسوطين جدا وطلبنا ان احنا نصور معاهم، وهم كانوا مرحبين بالفكره فوق ما حد تتخيلي يعني. حلو. طيب تقى يعني برضو عايزين نعرف منك، هل اللي اتكلمتوا معاهم او المشروع بتاعكم كان قائم عليهم او على الفكره دي، هل كانوا بيعانوا من بعض العيوب، مش عايز اقول عيوب خلقيه يعني، بعض المشاكل اللي ممكن مسببه لهم مشكله نفسيه، ولا هي ممكن بعض الحوادث اللي ممكن حصل منها بعض الحاجات اللي ممكن تشوهات بسيطه، هل كلها يعني نوعية واحدة ولا كانت نوعات مختلفة؟ أنا عايز أقول لحضرتك يعني ممكن حضرتك تصدقني أو ما تصدقنيش، بس البنات اللي إحنا اتعاملنا معاهم ما كانش، أنا بقي صغير شوية، أنا مناخيري فيها عوجة كده بسيطة، حواجبي لا مش حاسة إن هي تخينة. طب ليه؟ يعني كلهم الحمد لله ربنا خلقهم كويسين، الشعر مثلا لا أنا شعري مجعد شوية. طب احنا ليه نروح ونصرف ونعمل وبنت تحوش من مصروفها وتمنع نفسها من حاجات هي بتحبها عشان تقدر تقابل مقاييس الجمال اللي فرضها المجتمع بدون اي وجه حق يعني. بالظبط. طيب تقى يعني من خلال دراستكم او المبادره بتاعتكم اكيد عملتوا دراسات او زي كده مسح شامل للحالات اللي بتيجي عندكم او اللي انتوا يعني بتشمل المبادره، وهي انه هل اتأثروا من صور المودلز والفنانات على السوشيال ميديا، ولا ده موجود اصلا عندهم من غير ما يتابعوا فنانين او مشاهير بالشكل المثالي اللي هم بيطلعوا فيه من خلال الصور؟ هو عايز اقول لحضرتك في الجزء الاكبر طبعا بسبب السوشيال ميديا، لانه دي حاجه دلوقتي هي الكومنت في حياه كل الناس يعني. صح. بنسبه 80% ان البنات دول كانوا متاثرين بشكل كبير جدا من الفنانين اللي على السوشيال ميديا الفلترز وي وي وي. انا عايز اقول لحضرتك انه من 5 ايام هدى بيوتي نزلت زي بوست كده على الانستجرام بتقول يعني ان احنا ما نصدقش اللي بيتشاف، وقعدت توري صورتها قبل وصورتها بعد وقالت كل ده بيبقى فوتوشوب، كل ده بيبقى فلتر، فنسبه كبيره بتبقى متاثره بالسوشيال ميديا. بس بيبقى زي ما قلت لحضرتك في برضو بنات بتبدا من سن 13 14 سنه وهي راحه المدرسه، طب انا ممكن احط كحل، طب انا ممكن مثلا احط زبده كاكاو، طب مثلا ممكن احط مسكره ما تبانش عشان ابقى حلوه. طب ما دول ما عندهمش برضو مش انفولفد في السوشيال ميديا قوي، بس الفكره موجوده. أنا بشكرك جدا يا تقى، نورتينا، وبشكركم بشكرك أنت وكل زميلاتك على المبادرة دي. ويمكن في جزئين أنا
من كلام تقى كده انه فعلا في بنات بتبقى عايزه طول الوقت ان هي تظهر بشكل حلو، بس بشوف انه في بنات تانية مثلا في وقت عايزين ان هم يبانوا اكبر، ويمكن ده اتكلمنا فيه لسه من كام يوم، هم عايزين يكبروا نفسهم، هي عايزه تروح المدرسه حاطه ميك اب عشان تبان ان هي بقت اكبر شويه. فيعني في ده وفي ده، ولكن في كل الاحوال اللي احنا بنقوله ان احنا نقبل نفسنا زي ما احنا. والله نورا يعني انا شايف ده طبيعي، اي حد في سن معين كده، حتى احنا يعني كرجاله واحنا ولاد صغيرين يعني، عايز احلق دقني اجيب المكنه كده اروح حاطط معجون الحلاقه ومش عارف ايه والفرشه. طب صحيح يعني ما طلعش البنات، ما سالناكش عايزين انت نكبر نفسنا. انتوا كشباب يعني احنا كبنات عرفنا انه في بنات فعلا بتحاول تكبر نفسها او تجمل نفسها، انتوا في سن المراهقه ده اللي هو ما بيبقاش شكلك ولا كبير ولا صغير، مش الشنب اعدادي اللي هو الشنب اللي هو مش مفهوم ده رايح فين، بتعملوا ايه يعني المراحل دي بتعدي على الشباب ازاي؟ بصي اكيد طبعا يعني المرحله دي نصنا عايز يتخلص منها من الصور بالذات، يعني هي الصور دي بالذات اكتر حاجه يعني الناس عايزه تتخلص من بعض الصور اللي هو ايه، انت لسه بتتكون شكلك لسه وملامحك لسه بيتكون بشكل يعني كامل لما هتوصل ان شاء الله يعني فوق ال20. طيب لكن ما بنوصلش احنا كرجاله ان احنا عايزين نروح نعمل عمليه تجميل، ما بنوصلش ان احنا عايزين نغير في اصل انا مناخيري عامله ازاي فاروح اعملها. من الاخر كده اللي هيحبك بشكلك ده اهلا وسهلا، اللي مش هيحبك بشكلك ده عادي جدا. عادي جدا. اصل احنا اصل انا هعمل ده كله ليه؟ يا اما انا ابقى راضي بالموضوع لا من مش عشان تعجب، عشان ثقتك في نفسك. ما هو في رجاله كتير دلوقتي بقت تعمل عمليات تجميل، ممكن يبقى عندهم مشكله مضايقاهم، ممكن مناخيره كبيره جدا مضايقاهم. لا انتوا عارفين ايه اللي بقى لا بجد في موضوع عمليات التجميل ده، ايه اكتر حاجه بقت مضايقاني؟ ان انا بقيت اشوف فعلا يعني احنا الاول كان الستات ممكن مع الحمل والحاجات دي كلها شكل جسمها يتغير، ف ومع مشاغل الحياه تبقى بتلجا مثلا لعمليه التجميل، انما بقيت اشوف رجاله بيروحوا عند دكاتره يعملوا نحت للجسم وينحتوا بطنهم وكل الحاجات دي. طب ما تروحوا الجيم، يعني الجيم اكتر فكره يعني الروح لا مش نروح، تروحوا الجيم انا ما بروحش الجيم، انما الراجل اللي هو ما بيبقاش تخين يعني ما بيبقاش عنده مشكله، ممكن حته كرش صغننه بس بيروح علشان ينحتى ويقسم شكل جسمه. طب ما ليه؟ ما الرياضه مفيده صحيا وفي نفس الوقت هتديك. طب عايزه اقول لك على حاجه بقى، معلش، هو في رجاله مش بتنحت بس، هو في رجاله عايشه في الجيم نايمه وصاحيه فيه وبياخدوا اللي هي الهرمونات او حاجات معينه مجدي ممكن يفيدنا فيها، منشطات، المنشطات دي ممكن تاثر على حياتهم قدام وعلى صحتهم وعلى اعضاء الجسم، لكن هو فت طول الوقت وعايز يبقى مرسوم قدام الناس كلها، وده ممكن يكون بيعوض عدم ثقة في نفسه أو في شكله من خلال جسمه، وده بيأثر على حياته. فممكن تبقى رجالة مش بيعملوا عمليات تجميل لكن في حاجات تانية بيعوضوا فيها عدم الثقة في نفسه. أنا مش مع الاسترويد ولا أي حاجة ممكن تضر الجسم خالص، لكن أنا مع الحاجات الطبيعية، مع أنك ممكن تروح الجيم تتمرن من غير أي حاجة خالص، تروح الجيم تهتمي بشكلك وبمظهرك. مهم جدا حتى لو احنا بنتكلم أن ممكن وارد بعض الاجسام بعض السيدات ممكن بتتاثر بعد الولاده، ده عادي جدا. مش عيب ان هي ممكن تتابع مع دكتور، مش عيب ان هي ممكن تشفط، مش عيب ان هي ممكن تشد اللي هو الجلد والكلام ده اللي هو ده طبيعي، طالما ان الموضوع وصل لمرحله انا ما كنتش عليها في الاول. دي حاجه احنا بنتكلم بوضوح اهو. وفي الاخر خالص اللي يهمك انك تحافظي على بيتك وعلى جوزك وانكم كلكم. طب ايه المشكله؟ ما ممكن لو عملت تجميل للناس تحافظ على انا مش معاه يعني تعمقنا فيه قوي حلو الموضوع كتر الكلام على عمليات التجميل والحاجات دي كلها. حاجه اخيره انه انا مش ضد عمليات التجميل خصوصا للستات الكبيره، لانه الستات الكبيره يا نوره واكيد احنا لما نكبر هنعدي بالمرحله دي، انه هي بتبقى في تجاعيد في وشها بتخليها تكتئب، تحس ان هي كبرت قوي، فبالعكس دي بتساعدها نفسيا ان هي تطول من شبابها شويه وان هي تبان اصغر، سواء بقى بتمثل او بتطلع على الكاميرا او بتتعامل مع حياتها ان هي تبان صغيره قدام صحابها وقدام جوزها، فده بالعكس ساعدها نفسيا ان هي تقدر يعني الاكتئاب عندها يقل نسبته شويه. بالظبط كده، ده كان كلامنا ايه في اول فقره. خلصنا خلاص عمليات التجميل وخلصنا الكلام ده كله. دلوقتي بقى يمكن اليومين اللي فاتوا انتشر كده على السوشيال ميديا وبالتحديد على الفيسبوك يعني صورة لمسج من امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، بنت كاتبة في ورقة الامتحان بتاعها للمصحح بالله عليك نجحني، وقعدت كتبت له رسالة طويلة عريضة. هي دي اللي احنا شايفينها. بتقول له ايه بقى؟ بالله عليك نجحني، والله العظيم امي ممكن تروح فيها، عارفه والله اني ما ذاكرتش كويس في الانجليزي بس والله العظيم اخليها تدعي لك، وامي دعواتها مستجابه. وقاعده بقى ايه بتحلف بتحلف بتحلف، وقالت له هخلي كمان تيتا تدعي لك،
وقعدت ايه يعني الى حد كبير ان هي تستعطفه عشان خاطر ان هو ينجحها. الصوره دي اول لما انتشرت بقى في ناس بتقول والنبي يا عم نجحها، ويعني حرام عليك والدنيا بايظه اصلا الفتره اللي فاتت بسبب كورونا وكده، وناس ثانيه شايفه طب انت ما ذاكرتيش ليه وانا مالي؟ صح. انا مع الراي ده. انتوا بقى مع ايه؟ لا هي الجميل في الموضوع ان هي عملت سرد لموضوع تعبير، يعني هي يعني بالعربي، يعني يا ريتها كانت كتبت انجلش مثلا كان ممكن يشفع لها شويه. لا وبتقول له بقى يعني الوالده عندي دعوتها مستجابه وجدتي نفس الكلام برضو، فيعني الموضوع هنا دخل في التفاصيل اللي هي الخاصه قوي، هي بتستعطفه بتبتزه. أيوة الموضوع غريب عاطفيا، يعني الموضوع غريب، لكن اكيد طبعا يعني الموضوع يعني تحصيل حاصل. بص يعني انا شايفه مش ملوش نتيجه ان يعني. هو عشان يقول لك يا جماعه الجيل ده او الدفعه دي اتظلمت بسبب الكورونا، سنه 2020 21 اتظلموا بسبب الكورونا والاونلاين، بس انا شايفه لا بالعكس دي فرصه احسن بكتير ليهم ان هم يقدروا يذاكروا في البيت ويحضروا من مشوار المدرسه. بالظبط، من مشوار مدرسه، فرهده الطريق، الحر، الكلام ده كله، هي قاعده في البيت بتتفرج على التلفزيون، بتاكل وقت ما هي عايزه، بتنام وقت ما هي عايزه، فالفرصه ان هي تذاكر بالنسبه لها احسن بكتير من الظروف اللي احنا كنا فيها. بالزبط. احنا لو كانت الدنيا بتتهد احنا كنا بنروح المدرسه عادي، ما كانش بيحصل اي حاجه. بس مش كل القدرات زي بعض يا نور، يعني مش كل قدرات الطلاب زي بعضها، ممكن تلاقي حد ممكن من بعيد اونلاين يعني بيعرف يعني يستوعب بسهوله، بيعرف الموضوع معاه يعني يزود من قدراته، لكن ممكن بعض الاشخاص بيبقوا عايزين دايما اللي هي المعامله المباشره، عايزين دايما الدراسه المباشره من خلال المدرس. طب اقول لك على حاجه بتزود برضو. انا في المدرسه وفي الكليه عمري ما اعتمدت ولا على الحصص في المدرسه ولا على المحاضرات في الكليه. دروس انا كنت خصوصية. لا ولا دروس خصوصيه، كنت بذاكر في البيت. ما شاء الله. كنت بفتح الكتاب وبذاكر وبفهم، يعني بذاكر. انت نبغى يا نور. لا يا عم مش نبغى. انت مختلفه عن الدور. هو انت تفتكر لما يكون حد قاعد في حصه فيها 20 واحد هيركز؟ اكيد لا طبعا. اللي هيلعب في شعره هتسحل معاه، واللي هيهرش هتسحل معاه، صح؟ واللي هينام فهينيمني. بصوا على حسب المدرسه، على حسب. انا كان في حاجات بعتمد لا انا كان فعلا في مواد بعتمد عليها بس على شرح المدرسه، ومواد تانية مستحيل لو في سته بيشرحوا لي مستحيل افهمها. في حاجات مش مستاهله فممكن ان انا اذاكرها في البيت، فعلا بتفرق من شخص لشخص على حسب اعتمدوا على ايه. انا عايزه اقول لكم لما شفت البوست ده قعدت اقلب كده في الكومنتس بتاعه الناس بقى اللي مكتوبه. طبعا في شويه ناس اللي هم بيقولوا طب يعني اللي هو انت بتقولي ليه للمصحح اللي هو وامي هتموت فيها وانا هروح فيها، اللي هو انت ما خفتيش على امك وذاكرتي، انا هخاف عليكي وانجحك. في ناس ثانيه شافت انه اصلا ده ما ينفعش لانه ورقه الاجابه دي هي بتعدي مش على مصحح واحد، على اكتر من مصحح، فكده كده انت هتسقطي، انت ما عملتيش حاجه لانه دي تعتبر علامه مميزه في الورقه، انت كده بتميزي الورقه بتاعتك. ناس ثانية قالت خلاص هنجحها هي وكل زمايلها، بس اللي هو طب ما انتوا كده سويتوا ما بين اللي ذاكر واللي ما ذاكرش. اللي تعب واللي ما تعبش. بالظبط. هو عالم افتراضي، يعني ايه ده؟ مش الواقع اللي بنتكلم فيه ده، يعني ايه ده؟ احنا بنهزر بينه وبين بعض دلوقتي. لا وعايزه اقول لك يعني لو احنا بنتكلم بقى في ناس كتير قالوا انه يعني مدرسين قالوا انه ده بيعدي عليهم كتير، يعني هي بس يمكن البنت دي عشان الورقه اتصورت، بس انه بيعدي عليهم حاجات من النوعيه دي كتير، وان هم لو فضلوا يعملوا مع كل واحد كده مش هيخلصوا. السؤال بقى مين اللي صور الورقه، هي ولا مش عارفه بصراحه؟ لا معرفش، مش عنده المعلومه. مين صور مين ما صورش، في الاخر في فكره طلعت كده فكره مش صح يعني، لكن برضه في عوامل. خلونا نتكلم بصوت عالي، لا عندنا الطلاب السنه دي والسنه اللي فاتت لا تعبوا الطلاب برضو غصب عنهم، هم كان في بعض التذبذب من ناحيه الدراسه، من ناحيه ان هو هيروح يمتحن ولا مش هيروح يمتحن، اونلاين ولا مش اونلاين، تابلت ولا مش تابلت، الموضوع كان برضو في بعض يعني الضغوط النفسيه والعصبيه اللي كانت على الطلاب وكمان اولياء الامور. خلي بالكم ومش بس كده، يعني طبعا الوزاره سواء يعني الوزارتين وزاره التربيه والتعليم او حتى كمان التعليم العالي بنشوف ان هم بكل بقى القدرات بيحاولوا يعني يريحوا الطلاب، بس برضو الطلاب اكيد اتاثروا، الطلاب اكيد غصب عنهم، مش مبرر برضو. غصب عنهم اكيد برضو مش زي لما تكون العام الدراسي عام ثابت عندك، الترم عندك ثابت، عارف ايه المواد بتاعتك، عارف انت هتخلي ايه موجود ايه مش موجود يعني. بس ده مش مبرر، انا هرجع اقوله ده مش مبرر ان ده يحصل. لكن برضو اكيد يعني حتى كان دكتور طارق شوقي كان قال وزير التربيه والتعليم، يعني كان قال برضه في رأفه بالنسبه للطلاب اللي بيمتحنوا ان احنا هنراعي بعض الامور، وكمان شفنا عندنا بعض السنين الدراسيه يعني تم ممكن نجاح لبعض الطلاب ببعض الاجراءات البسيطه جدا بالنسبه للطلاب، كان هنا نسبه وتناسب بالنسبه للطلاب مع الوزاره. مهما اتكلمنا وقلنا هتلاقي في ناس
مؤيده وناس معارضه. ده طبيعي جدا، بس احنا برضو في حاله استثنائيه يا جماعه، احنا في كورونا ومش كورونا، وان شاء الله اللي جاي بقى احسن. انا معاك ان هي حاله استثنائيه، لكن هي ما ذاكرتش خالص، ما فتحتش الماده عشان حتى تجاوب على اي سؤال. هي كاتبه الصيغه اللي انت قلتيها يا نوره، وسايبه ورقه الاجابه تقريبا فاضيه، فهي ما تعرفش اي حاجه في الماده. انا مش مبرر ده ان هي تنجح. لا بص اقول لك على حاجه، اقول على كلامك انت لو مكان المصحح. اتفضلي. انا بتكلم على فكره ان هي حتى لو يعني بتستعطف المصحح، بس على الاقل لازم تكتب حاجات تنجحها. بالظبط. على الاقل تعمل اللي عليها، ما احنا كلنا لما كنا بنمتحن كنا بنذاكر وبنعمل اللي علينا، لكن فكره ان انا انجح ببلاش يبقى انا بساوي نفسي باللي تعب واللي سهر واللي ذاكر وفعلا يستحق النتيجه او يستحق. انا شايفه ان انا اصلا لو مكان مثلا المراقب، يعني ما اعرفش انا مش في الوضع قوي، بس لو مكانه يعني هي مجاوبه ومثلا فاضل لها درجه درجتين على النجاح اديهم لها. بالظبط. اديهم لها، انما مفيش صفر. انت عارفه ان الموضوع ده ممكن المصحح يعند معاها اكتر ويسقطها، لانه هي الفكره انت بتستفزي الناس ان انت طيب والنبي نجحني. انا شايفه ان ده عدم مسؤوليه وانه ده دلع، وانا مش مع خالص الموضوع ده. انا لو مكان المصحح هسقطها طبعا، مش هعديها. اكيد المصحح هيعمل كده يعني. ربنا ينجحه يا رب. يا رب تنجحه يا رب. يا رب تنجحه. تتفرج علينا عشان ما تدعيش عليا. لا لا خلي مامتك وجدتك تدعينا يعني. الموضوع مش كده. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، واللي عنده عذر او عنده مشكله ممكن عادي جدا يقدم التماس ان هو ياجل امتحانه، مفيش مشكله، ودي اجراءات وده حق قانوني على فكره من ناحيه التعليم انك ممكن تعمل ده. بالزبط. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، وكمان الثانويه العامه ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله. امين يا رب. يعني ان شاء الله ربنا ينجح كل الطلاب وكل اللي ذاكر واجتهد كده، يديله على قد مذاكرته على قد اجتهاده. مش بنقول ان احنا يعني نريح دماغنا ونسيب الموضوع وخلاص، لا، نعمل اللي علينا والنتيجه دي بقى بتبقى يعني بتاعه ربنا. طيب احنا فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا مغنيه جميله جدا وصانعه محتوى هتكون منورانا في الاستوديو، ايمان عسكر. خليكم معانا. يمكن الفترة اللي فاتت طلعت هاشتاجات كتيرة جدا، خصوصا الأحداث الأخيرة اللي حصلت في فلسطين والقدس وحي الشيخ جراح، والتاريخ الطويل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وده اللي خلى ضيفتنا تعمل محتوى وأغنية تلخص القضية الفلسطينية في 90 ثانية باللغة الإنجليزية، خلت شباب وأطفال كتيرة جدا يتفاعلوا معاها، لدرجة أنها حققت 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال فترة قصيرة جدا. وبدأ أطفالنا وشبابنا يدوروا عن تاريخ القضية الفلسطينية، وإيه أصل الصراع العربي الإسرائيلي اللي موجود، وإيه قصة الحي أو حي الشيخ جراح، وإيه قصة القدس وفلسطين، وليه هي في أهمية كبيرة جدا لمدينة القدس. عشان كده إحنا منورانا النهاردة في الاستوديو إيمان عسكر، مغنية ومؤلفة وصناعة محتوى على السوشيال ميديا ومتعددة المواهب. هنتكلم معاها عن التأليف والغنى وإزاي هي بتعد المحتوى ده على السوشيال ميديا. إزيك يا إيمان؟ إزيك يا نورانا؟ نورانا. إزيك إيمان؟ بنورك. الأخبار؟ الحمد لله تمام. نورك، ربنا يخليك يا رب. ما شاء الله يعني متعددة المواهب، كل حاجة ما شاء الله موجودة فيك، نمسك الخشب. لكن أكيد أنت عاملة يعني محتوى محترم جدا، في رسالة بتقدميها لكل الناس وللمجتمع. البداية خالص معاكي كانت مع الغنى ولا التلحين ولا التمثيل ولا إيه بالظبط؟ وأنا من وأنا صغيرة وأنا بحب أكتب أغاني، أكتب قصص، أكتب أفكاري. فالموضوع بدأ بالكتابة، وبعدين لما كتبت أغاني كنت بحاول أدندنها كده، فبحب أغني مع نفسي يعني. بس سيبي خلي جنبك. تمام. يعني بالكتابه دي كانت البدايه. يعني الكتابه هي اللي خدتها حتى بروفيشنال، يعني انا اشتغلت في الكتابه كصناعه محتوى يعني 11 سنه مثلا. حلو. طيب يعني ايمان، احنا شفنا من شويه فيديو ليكي خصوصا او بيختص بالاطفال ودخول المدارس والكورونا والتباعد الاجتماعي. يعني كده بطريقه لطيفه جدا وتسهل على الاطفال ان هم يستوعبوا الفكره، غير لما نقعد نديهم تعليمات. وكمان انت عملتي اغنيه الناس تفاعلت معاها، لدرجه ان انا زي ما قلت حققت 11 مليون مشاهده، هي خاصه بالقضيه الفلسطينيه. ازاي قدرتي تلخصي قضية فلسطينية بالأهمية دي وصراع طويل جدا في 90 ثانية، وايه المصادر اللي اعتمدتي عليها عشان تعملي المحتوى ده؟ هو انا الموضوع بالنسبه لي بدا بان انا، لا طبعا انا كنت يعني متابعه الاحداث في شيخ جراح اللي بتحصل الاخيره دي من الاول، كنت متاثره بالموضوع جدا ومتابعه وحاسه يعني سخنانه قوي على الموضوع، مع اني انا بعمل محتوى تقريبا شبه اسبوعي. بس قررت ان انا هوقف، لانه ما ينفعش اعمل حاجه ولو جات لي فكره اعمل حاجه ليها علاقه بالقضيه دي هعملها، ما جاتش يبقى انا مش هعمل اي حاجه.
وانا عندي فضول شويه، فبحب ان انا اعرف دايما الراي الاخر، ففضلت ان انا اشوف الناحيه الثانيه بيقولوا ايه على الكلام ده، ايه رايهم، يعني هم بجد شايفين ان اللي بيحصل ده صح ولا لا. فاكتشفت ان هم يا حرام بجد ناس كتير قوي من الغرب، الناس الطبيعيه، يعني مش بتكلم على الحكومات والميديا اللي هم فاهمين كويس قوي بيعملوا ايه. الشعب بجد ما يعرفوش القصه، ما يعرفوش قصه فلسطين، بيتكلموا على اللي بيحصل دلوقتي الاخبار شويه ومش فاهمين السياق. فانا حسيت احنا محتاجين سياق بقى، يعني انا مش هتكلم على دلوقتي حالا، انا هتكلم نرجع لورا علشان ندي الموضوع قضية الاحتلال بقى بشكل كامل. قضية فلسطين بالظبط، صح كده؟ بالظبط، قضية فلسطين والحكاية اللي ما ينفعش تكون منسية يعني، او مش معروفة كمان، خصوصا مع الاجيال الجديدة كمان ما يعرفوش تاريخ الصراع ده اساسا، او ايه هي القضية الفلسطينية. بالظبط بالظبط، وده بقى مش كمان في الغرب بس، ده كمان عندنا. فحسيت انه انا يعني طبعا دخلت نفسي في مناظرات كده واحاول ارد على كومنتس ومش عارف ايه، بعدين لقيت لا طب ثواني انا عايزه اذاكر الموضوع كويس قوي عشان اعرف ارد صح. واتفرجت على، كنت بتساليني عرفت اتفرجت على ايه او ذاكرت ايه، انا ذاكرت الناحيتين يعني، حاجات غربيه غرب هم اللي عاملينها دوكيومنتريز وكده، وحاجات طبعا عربيه. ولقيت ان الموضوع واضح وصريح، والتايم لاين اللي انا اشتغلت عليه ده انا مش مخترعاه ولا حتى مبسطاها، هو اصلا بسيط. يعني هو اصلا القصه بسيطه، بس هم حابين يقولوا انها معقده عشان ما ندخلش في تفاصيلها، بس صح. فعلا الموضوع بسيط جدا. فقعدت كده حطيت التايم لاين، لقيت وبعدين حكيته لبنتي، يعني بنتي عندي بنت عندها 7 سنين ما شاء الله. قعدت اتكلم معاها وحكيت لها قصه، لقيتها فهمتها، قلت طب ما نعمل حاجه. كان ساعتها في ترند على السوشيال ميديا طريقه الغنى دي اللي هي بيعملوا كده، اسمها سي شانتي، بس بيغنوا طبعا حاجات تانية مالهاش اي علاقه باي حاجه يعني. فقلت طيب نستغل الترند ده في حاجه مفيده. عظيم. ونحكي الحكايه، لان هو الترند ده كان يعني دايما اغنيه بس بتحكي حكايه، بس قلت احنا نحكي بقى حكايتنا، حكايه فلسطين. حبيت بقى الحقيقيه، الحدوته الواقعيه. بالظبط. اكيد طبعا هتفضل يعني هي قضيتنا الهامه فلسطين، وهتفضل كمان القدس والاقصى، احنا دايما موجودين احنا كشعوب عربيه، وكمان طبعا يعني كمصر هي الدولة الشقيقة واللي دايما بتقف بجانب الحمد لله فلسطين في كل الأوقات. لكن برضو قولي لي يعني الموضوع مش سهل، يعني ممكن احنا نشوف الموضوع ده كفيلم وثائقي، ان احنا بنذكر فيه بعض الحاجات اللي حصلت في التاريخ والعدوان وكمان الاحتلال بالحاجات اللي بيعملوها البشعة جدا، لكن كأغنية الموضوع هنا اكيد برضو سلاح ذو حدين. انت ركزتي على ايه بالظبط، وكمان قدمتيها ازاي، وايه الكلمات اللي انت استخدمتيها باللغه الانجليزيه؟ لان احنا برضو بالنسبه لنا عندنا مشكله من فتره كده في مخاطبه الغرب من الاخر يعني، والحمد لله ده تغلبنا عليه الفتره اللي فاتت. عملت ايه بقى؟ مبدئيا اول حاجه اخترت اللغه الانجليزيه علشان احنا عايزين نكلمهم، هم اللي محتاجين يعني يعرفوا مننا بقى القصه. احنا زمان كانوا عندهم بس هم شويه وكالات اخبار بيعرفوا منهم قصه وخلاص، لا دلوقتي السوشيال ميديا لا موجوده، فنتكلم لغتهم. تمام. اخترت برضو الترند ده اللي هو اغنيه غربيه، فهم بالنسبه لهم حاجه فاميليير، عارفين الصوت، فبالنسبه لهم سهله ان هم يجمعوا ويسمعوا الموضوع يبقى اتراكتيف. حكيت القصه بطريقه حكي حقيقي مش مجرد كلام، لان اصلا كده كده الستوري تيلينج او الحكي عامه احسن طريقه ان الواحد يوصل اي معلومه. انا ده من وجهه نظري، لان انت بتدخل الشخص في حاجه في عالم، فعايز يعرف ايه اللي هيحصل بدايه ونهايه وكل حاجه. وبعدين حاولت ان انا استخدم زي ما بتقول بقى الكلمات المعينه اللي كنت عايزه اتاكد انها توصل، زي مثلا كلمه كونفليكت، ان انا مش حاسه ان هو صح صراع، ان احنا نقول ده صراع. هو صراع ده لما يكون اتنين جيش واتنين دوله ويعني وفي كلاش ما بينهم زي ما بيقولوا، لكن ده مش حقيقي خالص. فوضحت دي، كنت فارق معايا ان انا اوضحها في الكلمات، انه call it conflict that's insanity، انك تسميه صراع ده جنون اصلا. فبس فيعني حبيت كده يعني. ايه رايك تسمعينا الاغنيه؟ ماشي. بس انا يعني اول مره اغني لايف، فيعني ان شاء الله خير. البيت بيتك. ماشي. نوضح في الاخر خالص احنا الكلام بتاعنا للاخر عشان خاطر يفهموا اطفالنا يعني ان احنا عندنا لا في مشكله من زمان موجوده، لا بنعاني منها، وفي حاجه اسمها الاحتلال الاسرائيلي اللي موجود لدوله عربيه، دوله كبيره اسمها فلسطين. فكتر خيرك. شكرا. بس انا عايز اسالك سؤال، هي الاغنيه دي انت واخداها من راسبوتين؟ من ايه؟ من راسبوتين. هي في اغنيه اسمها راسبوتين؟ لا، هي الاغنيه اللي شبهها اسمها ذا ويلر مان، هي دي اللي كانت ترند على تيك توك وعلى كذا. هي طيب الاغنيه دي لما بنتك سمعتها وهي عندها 7 سنين تفاعلت معاها ازاي، والاطفال اللي في سنها؟ بصي يعني بنتي طبعا يعني الحمد لله انبسطت بيها جدا،
بس اللي انا بهرني بقى ان انا لغايه دلوقتي امهات بتبعت لي فيديوهات لاولادهم من بلاد مختلفه وهم بيغنوا الاغنيه. وانا ما كنتش متخيله ان هم بجد يعرفوا يحفظوها ويغنوها ويبقوا مهتمين اصلا بيها، وكل واحد بيعملها بطريقته، اللي يطلع صور بقى وهو بيغني، واللي يعمل مش عارفه درامز وهو يعني بصراحه انبهرت الحمد لله. اصل انت عملتي حاجه يعني سهله وصعبه في نفس الوقت، اللي هو السهل الممتنع. انت عملتي القوه الناعمه استخدمتيها، انت استخدمتي اسلوب قوي جدا انك ممكن توصلي رسالتك بابسط حاجه وانت قاعده في البيت بكاميرا موبايلك، فاهمه؟ واحنا كمان عندنا برضو مشكله ايمان، ان احنا عندنا يعني الجيل اللي طلع دلوقتي كله دماغه رايحه بقى ايه يوتيوب، ورايحه موبايلات، ورايحه سوشيال ميديا بشكل كبير جدا. فانت لازم تفكرهم، لازم تقول لاولادك دايما كل القصص الحقيقيه عشان خاطر هم كمان يبقوا فاهمين وواعيين، ما يبقاش الموضوع عندهم عادي. لا، هو احنا في فرق بين السياسه، نخلي السياسه دي على جنب، ونتكلم بقى بيننا وبين بعض كده بصوت عالي، كل عيله تقعد مع اولادها تفهمهم. ولادك لما سمعوا الكلام ده ايه اكتر حاجه ركزوا معاك عليها؟ سالوك على ايه؟ هي بنتي كل شويه تيجي تسالني هي الحرب خلصت؟ هي فلسطين حره؟ هي يعني تقعد كل شويه تسالني اسئله كده، يعني حاسه الموضوع ويا عيني بقى تقعد تقول يا مامي الاغنيه بتاعتك عملت فرق، يعني خلاص الموضوع فرق. يعني اصحابها سمعوها؟ سمعوها برضو، في منهم اللي حفظوها وغنوها. ويعني طيب الاطفال الغربيين انت عاملاها بالانجلش، فاكيد برضو هي عملت مشاهده كبيره جدا. التفاعل كان عامل ازاي سواء بقى الاجانب الشباب الكبار او الاطفال؟ الاطفال، يعني نبدا بالاطفال. الاطفال انا جات لي مسجز من ناس في بلاد مثلا في كندا وفي امريكا وانجلترا وكده، بيقولوا لي مدرسين بيقولوا لي احنا خلاص يعني بنحضر ان الولاد هيغنوها في حفله المدرسه. فانا بالنسبه لي هو بجد يعني كانوا طالبين مني الكلمات عشان يعني خلاص، فقلت لهم يعني يا ريت تصوروهم بليز وتبعتوا لي، يعني انا انبهرت بالموضوع ده يعني. فده بالنسبه للاطفال. الاجانب انا جالي برده مسجات، ودي اكتر حاجه فرقت معايا قوي، ناس ما لهمش علاقه بالقضيه خالص بيقولوا لي بصي احنا بالنسبه لنا دي ازمه الشرق الاوسط، حاجه كده معقده، بنشوق اتعودنا على منظر ان بيوت بتقع ومش عارفه اطفال ايه، بس مش عايزين نتعب دماغنا نفهم. دلوقتي بعد الاغنيه بتاعتك انا بقيت مهتم ان انا اروح اقرا اكتر وافهم القضيه اكتر، ودي كانت اكتر حاجه فرقت معايا، لان ده الفرق الوحيد اللي ممكن الاغنيه تعمله دلوقتي. كمان ده الهدف كمان بالظبط بالظبط. كنت متخيله الارقام دي كلها يعني تعملها الاغنيه بتاعتك؟ لا طبعا، 11 وشويه مليون ما شاء الله مشاهده. خالص خالص ها خالص خالص خالص. يعني انا بالنسبه لي اللي هو ايه، انا كان عندي 3000 فولوور كده على قدي، قلت هم دول يعني برضو نعمل اللي علينا كمسؤوليه، يعني صانع محتوى وعنده منصه وبتاع لازم نتكلم في الموضوع، ويعني قلت 30 لايك 50 لايك الحمد لله خير وبركه. دخلت انام بقى، صحيت لقيت بقى الفولورز بيزيدوا واللايكات بتزيد، وما شاء الله الحمد لله الموضوع وصل لهم. ميرسي يا جماعه. طيب الاغنيه كلماتها يعني وانت بتقوليها، لا انت مختاره كلمات معينه عشان توصل الهدف من القضيه والناس بالزبط. تفهم القضيه ازاي. كتابه الاغنيه والتاليف خدت فيه وقت قد ايه؟ وبعد كده برضو ازاي ظبطتي التون ده؟ يعني هل حد ساعدك ولا لا؟ لا هو ما حدش ساعدني بصراحه. انت فنانه يعني موهوبه بقى متعدده المواهب. بصي اعتقد انا كان في جزء كبير من حياتي كنت بشتغل فيه مع اطفال، واللي انا بعمله ان انا كنت زي ببسط لهم العلوم في مسرحيات، فاعتقد دي اكتسبت منها خبره التبسيط المعلومه قوي، يعني ان انا اخد معلومه علميه معقده وازاي اعملها بطريقه فن ولذيذه وبسيطه وكده، فدي اكتسبتها اعتقد من الخبره دي. خدت وقت قد ايه؟ انا اول ما يعني ما الفكره جات لي انا طلعت بالجمله خالص اللي هي في الاول خالص، there once was a land called Palestine where Christians, Muslims and Jews lived fine، ودخلت انام برضه يعني. قلت انا هنام، كملت ما كملتش ادينا بنتسلى. صحيت الصبح قعدت بقى اكتب 4 ساعات بالظبط، الاغنيه كانت خلصانه. بس فهي وحي كده الحمد لله. بس هو باين من طريقتك فعلا انت يعني دايما بتحاولي تخاطبي الاطفال، بتحاولي توضح لهم رسائل معينه، حتى من شويه الاغنيه اللي مرتبطه بالكورونا وان احنا ناخد بالنا ونلبس الكمامه والاجراءات الاحترازيه بتاعتنا اللي المفروض نعملها. طبعا في الاخر خالص انت دي بقى يعني نبعه ما شاء الله من النشاه بتاعتك وتربيتك وفكرك انك عايزه توصلي رساله معينه ورساله هادفه، وده اللي احنا عايزينه ومحتاجينه دايما الفتره اللي جايه. ايه تاني قدمتيه؟ يعني انت ما شاء الله عملتي حاجات طبعا، والاهم بالنسبه لنا القضيه الفلسطينيه، وبعد كده الكورونا. وعملتي ايه تاني؟ قدمتي ايه المحتوى الاخر برضو اللي قدمتيه بالنسبه للمجتمع بقى بشكل عام؟
هو انا بدات موضوع البيجز على انستغرام ويوتيوب والحاجات دي يعني في 2020 من قعده البيت كده والواحد قاعد يتامل في الحياه وكده. قررت ان انا عايزه يعني انا بصنع محتوى بس كنت في شركات وحاجات كده، قلت لا انا عايزه عندي قصص بقى عايزه اقولها وعايزه اتكلم مع الناس. وكنت بجرب يعني الموضوع كان بالنسبه لي انا تجربه وبنشوف ايه اللي هيحصل. فانا كنت اللي انا عايزه اتكلم فيه هو رحلتي كبني ادمه، اي حاجه الهمتني انا هل يعني هحب ان انا اشاركها مع الناس. كلمت بعمل فيديوهات مش بغني بس، يعني بطلع اكلم وفي وسط الكلام بمثل برضه عشان بحب امثل وبعمل شخصيات وكده، بس بعمل فيديوهات مثلا عن حب الذات، عن لغات الحب، عن قصص مثلا قصه زي قصه مالكوم اكس مثلا، بس مش يعني بحب ان انا دايما اخد الحته اللي الانسان ممكن يستفيد منها. فانا بحكي قصه بس بقول يا جماعه طب احنا ده معناه ان احنا نعرف نتغير عشان نتغير كتير. فهي دي الفكره، انه انا كل محتوى بحب اعمله بحاول قد ما اقدر انه يلمس يبقى حاجه إيجابي. يبقى ايجابي ويبقى مفيد ويلمس حاجه في البني ادم اللي بيتفرج عليه، انه هو كمان يبقى في مود كده انه انا متحمس ان انا اعمل حاجه ايجابيه او ان انا اعرف اثق في نفسي او انا اقدر. ده اللي بحاول اعمله يعني. طب ايه رايك تسمعينا حاجه اخر حاجه كده نسمعها منك؟ اوكي عايزين تسمعوا ايه؟ اللي انت حابه تغني في راجعين المدرسه ولا عايزين واحده ثانيه بقى؟ عشان في جديد ماشي ممكن في اغنيه هي اسمها يعني ممكن تفتكر انها تافهه بس هي على فكره مش تافهه خالص. بقول لك ايه، الاغنيه بتاعت المدرسه دي انا كنت هم هنا فاهم يعني الموضوع. لا في ايقاع حلو يعني وعامله يعني مقسوم حلو قوي. ماشي في دي وفي واحده اسمها توز، عايز اي واحده؟ لا خلينا لا نبعد عن توز، خلينا في لا ليه نعرف توز؟ اه طبعا انا عندي فضول اعرفها. عايز بلاش خلينا بعد الهوا احسن. دي اللي انتوا عايزين اقول لك هي تبان انها مش هادفه بس بجد هي اسفه. هي هدفها ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ هو انك مالكش دعوه براي الناس طول ما انت قدامك مبادئك انت تركز فيها، ده المعنى يعني. وحاجات بقى طب خلاص غنينا بتاعت الكورونا بقى. طب خلاص هو عايزها خلينا في هي حلوه بس غني حاجه ثالثه يعني. خلاص خلينا في راجعين المدرسه. تمام يلا بينا. اوكي ماشي. نورتينا بجد والله، نورتينا جدا جدا جدا. شكرا جدا ليكي طبعا وربنا يوفقك يا رب الفتره اللي جايه. ميرسي قوي. شكرا ميرسي. شكرا نورتينا ومحتواكي فعلا هادف، ويعني ان شاء الله مزيد من النجاح كده والتوفيق باذن الله. ميرسي شكرا. الدعم على طول بقى لإيمان كده ايه على السوشيال ميديا، خلي الاغنيه يعني تجيب 100 مليون ان شاء الله، مش 11 تجيب 100 بقى باذن الله. قضيتنا الهامة جدا. طيب لسه مكملين معاكم بقيه فقراتنا بعد الفاصل بقى، واللي بيحبوا الابراج بقى والبرج بتاعك ايه والطلع بتاعك ايه والكلام الحلو ده كله، خبره الابراج بقى سابي الفقره اللي جايه، كل واحد بقى ايه ورقه وقلم كده وايه مكالمات واسم اساس. يلا بينا. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس، وجينا الفقرة أكيد كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي هتكون حابة إنها تشارك فيها، وأكتر حاجة كلنا بنستمتع بيها هي الأبراج. عشان كده من ورانا في الاستوديو خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. يا سابي وحشتينا. وأنتوا كمان وحشتوني. عاملة إيه؟ وحشتوني والله. عاملين إيه؟ الحمد لله. كله أخبار. حلو؟ الحمد لله. بصي كل الناس اللي كنا متعودين إنها تبقى معانا أول ما بيقعدوا هنا بنقول لهم إيه رأيكم في التغيير الجديد؟ حلو. إيه رأيك؟ حلو. إيه حلو. عامله ايه يا سيدي؟ وحشتيني جدا. وانت كمان عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ حلو. طيب احنا النهارده بقى هنتكلم عن توقعات بعد الغيبه دي كلها. بعد الغيبه الطويله دي طبعا الناس كلها مستنيه توقعات ابراجها الفتره اللي احنا فيها. اوكي. خلينا نقول ان الفتره اللي فاتت ديت من بعد العيد والناس كلها عندها حاله اكتئاب غير عاديه او عندها حاله خمول. اوكي. في حاجه تحس ان في حاجه كل يعني كل الناس كل ما حد عايز يقوم يعمل حاجه مكسل او عايز ينام او ينام لا في طاقه سلبيه غير عاديه. اوكي. وفي ناس بتبقى يعني بتجري في احداثها ما بتقفش عند الحاجات ديت او بتنسى او بتكبر دماغها من اللي هي فيه وتقول لا انا ايه الطاقه السلبيه اللي انا فيها دي، انا عايزه اقوم انا عايزه. وفي ناس مستسلمه جدا جدا للطاقه السلبيه او للخمول اللي كان حصل الفتره اللي فاتت. اوكي. فلسه يا دوبك ما بقالناش اسبوع او
من يوم الخميس اللي فات او الاربع اللي فات ابتدت الدنيا تظبط نوعا ما، او ابتدت الناس تحس انها كانت في غفله او كانت نايمه، ابتدت تتحرك او ابتدت عندها طاقه ايجابيه وابتدت تنزل وتتعامل. ده عشان ان بوكس رجع بس. ايوه. لا بجد والله كل الناس يعني اغلبيه الناس كانت عندها طاقه سلبيه غير عاديه او عندها خمول وعندهم نكد، او يعني حتى النكد اللي عنده نكد او اللي عنده مشكله ما بيحاولش يحلها او مكبر دماغه او سايبه يحصل. اوكي. لسه ما فيش، بقول لك من اسبوع الدنيا ابتدت تتظبط او الناس ابتدت تتغير او ابتدت تفوق. حلو. أوكي؟ طب ايه رايك بقى لو اتكلمنا عن برج برج كده وايه الاخبار بتاعته الفتره اللي فاتت وكمان التوقعات اللي جايه؟ اوكي. برج الحمل، خلينا نبتدي بالحمل. الحمل بوجه عام، الحمل الفتره اللي فاتت يعني قبل رمضان كان بيسعى بطريقه كويسه وابتدى يقف على 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 ارض قويه، او ابتدى الدنيا تفتح معاه او يشتغل او يمضي عقود او يظبط حاله. بس برج الحمل اوحش حاجه في ست وراجل ان هم بيتكلموا، ما بيعرفوش يسكتوا او ما بيعرفوش يقفلوا بقهم. فكل دوت بيبقى عوامل ان هم، وهم برج ناري، فكل دوت بيبقى عامل على ان هم الدنيا بتقف عندهم دايما. الابراج الناريه والمائيه لما بيتكلموا في حاجه ما بتكملش او ما بتحصلش، فابتدوا يتكلموا ويحكوا ويقولوا، فابتدت الريتم بتاعهم ينزل تاني. اوكي. ابتدت امورهم تقف او تنزل تاني، يحصل لهم مشاكل. اوكي. فالفتره ديت ابتدينا بقى الفتره دي من قبل رمضان ما فيش باسبوع، ورمضان كله وبعد العيد ده كله كانت فتره عندهم مش حلوه. اوكي. تمام. الفتره اللي جايه دي هنبتدي من بعد يوم الخميس الدنيا تبتدي تظبط معاهم تاني عمليا. لكن كارتباط او ك مشاكل او حياه شخصيه ينسوها شويه، يفكروا فيها من بعد شهر 9 مش دلوقتي خالص. اوكي. نيجي لبرج الثور. برج الثور احنا كنا قلنا اول السنه ان هم سواء راجل او ست عندهم ارتباط جديد، حتى الراجل اللي متجوز هيبقى عنده ارتباط تاني. حلو. اوكي. ده هيحصل الفتره اللي جايه. بالنسبه للست في ارتباط هيظهر لها جديد او هيكمل، وبالنسبه للراجل عنده عمليا الدنيا الفتره اللي جايه هتبقى احسن بكتير، لكن كارتباط اعلان عنه او سواء زوجه تانيه او سواء علاقه تانيه غير العلاقه اللي في حياته هيظهرها بس اخر 3 شهور في السنه. اوكي. طيب. نيجي خلينا بس تليفون. ناخد اميره عشان معانا على التليفون بعد كده نكمل. يا اميره ازيك؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. معاكي سامي. كنت عايزه اسال عن برج الميزان 6/10. 6/10؟ برج الميزان كان الفتره اللي فاتت عنده شويه مشاكل، او هو موده مش حلو، لان الميزان برج هوائي. الابراج الهوائيه لما بيحصل لها مشكله او بيبقى عندها طاقه سلبيه ما بتستحملش، بتبقى عصبيه اكتر، الحاجه عندها بتبقى بدل الحاجه مره بتبقى 3. بيهولوا المواضيع او بيكبروا المواضيع، فالفتره اللي فاتت كان عندها مشاكل. الفتره دي ابتدت المشاكل اللي عندها تتحل بمساعده اشخاص حواليها. فخليها تتريس، يعني ست الميزان لازم تتريس الفتره ديت، لان خلينا نقول بعد ما يخلص شهر 6، لان هي برج هوائي واحنا في 6 هوائي، دايما الابراج الهوائيه لما بتبقى يعني الميزان هوائي واحنا والجوزاء هوائي. فلما بيبقى هوائي مع هوائي الدنيا بتبقى ملخبطه شويه، ما بتبقاش حلوه. تمام. أوكي. طيب شكرا ليكي. الفتره اللي جايه عندها احلى. ماشي تمام، شكرا ليكي يا اميره. ومعانا تليفون تاني من مصطفى. الو. الو. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. ما عايزه انا برج الميزان 28 برضو؟ ماشي. كام؟ 28 6 28/9. هو ميزان بس ياخد من العذراء. اوكي. برج الميزان لما بيبقى في اول 10 ايام بياخد من العذراء، الفتره ديت عمال يرتب تفكيره او حياته. عايز ينقل من مكان لمكان، او عنده انتقال من مكان لمكان، بيفكر في سفر، خارج من علاقه وهيخش علاقه. الفتره اللي جايه عنده حياه جديده، او بيدور، هو بيسعى للحياه الجديده. اوكي. حلوه. طيب. طيب نكمل بقى، نرجع احنا خلصنا الثور والحمل والطور. الحمل والطور. نيجي لبرج الجوزاء. الجوزاء الفتره دي معلش يا سيدي عشان التليفونات كتير جدا. معانا اميره برضو. يا اميره. اميره ازيك؟ الحمد لله والله. اتفضلي معاكي سابي. بصي انا كنت عايزه بس اعرف، يعني انا كنت مستنيه اعمل مشروع بعد بكره، فعايزه اعرف اذا كان هينجح معايا او لا. بس اوكي. طيب هو اميره انت اللي لسه مكلمانا صح؟ انت برج الميزان. المكالمه قطعت. تمام ماشي. طيب شكرا ليكي يا اميره. اوكي. اللي هي 6/10. 6/10.
برج الميزان مش دلوقتي خالص هيبتدي يعمل مشاريع الفترة اللي جاية، هو الفترة دي هينقل من حتة لحتة، عنده انتقال من حتة لحتة اوكي، او ترقية من مكان لمكان. لكن كمشروع لو هي هتعمله بفلوسها هي ما صحاش الفترة دي، لكن لو عندها هي بتشتغل في حتة وفي عندها يعني علا، عندها ترقية من مكان لمكان، لكن هي لو هتشتغل بفلوس تخصها أو حاجة تعملها ما نصحهاش الفترة دي. طيب احنا معانا آيات. يا آيات ازيك؟ الله يخليك. ايه معاكي سابي؟ بصي أنا مواليد 1/4 متجوزة. متجوزة؟ مواليد 10/12. 1/4 وجوزك ايه؟ 10/12. 10/12. تمام ماشي، شكرا يا آيات. شكرا ليك يا آيات. 1/4 هي وهو 10/12. ما سالناش هي عايزه ايه. اكيد طيب. بتسال يعني على الدنيا ما بينهم. بصي هي هي برج الحمل وهو برج القوس، والاثنين ابراج ناريه. البرجين ما بينفعوش مع بعض لان هو سلبي شويه وهي امورها اسرع منه، اذكى منه، بتتحرك اكتر منه. هو الدنيا عنده بقى لها كذا سنه مش حلوه. ففي فجوه ما بينهم لما برج ناري مع برج ناري ما بينفعوش، خصوصا لما بتكون الستات دايما في الستات الابراج الناريه بتبقى شخصيتها اقوى من الراجل من الرجاله. طيب معانا تليفون تاني من طلعت. الو. الو. يا طلعت ازيك؟ الحمد لله تمام. عايز 28/3. تمام. 27/3 انت؟ 27/3 بتسال عن مين؟ برجك ايه؟ لا بتسال عن ايه بالظبط؟ عن الابراج. يعني انت بنت ولا ولد؟ لا لا ولد. طيب تمام ماشي، شكرا يا طلعت. 28/3؟ 27/3. 27/3 اوكي. 27/3 هو برج الحمل واخد من برج الحوت. هو عاطفي اوكي، هو برج عاطفي جدا جدا وحساس جدا، وبقاله فتره الدنيا عنده مش مظبوطه، بس هو السبب في ده يغير من تفكيره شويه، لان هو يعني مقتنع بشويه حاجات ما بيتغيرش او ما بيغيرش من نفسه، محتاج يعمل ابديت لنفسه. طيب ويخرج من الكوكعه العاطفيه اللي هو عايش فيها. طيب احنا معانا عائشة. يا عائشة ازيك؟ الو عائشة؟ عائشة طيب هي هتحاول تكلمنا تاني. اوكي نرجع نكمل بقية الابراج. حاسة اول ما نبدا فاهمة يجيلنا تليفون تاني. احنا عند الطور. لا احنا قلنا الطور. قلنا الطور وقفنا عند الجوزاء. اوكي الجوزاء الفترة ديت عنده بيسعى او عمال يخرج من حاجة لحاجة لحاجة، انتقال في شغل، انتقال في بيت، مذبذب شوية مش واقف على الأرض صلبة. بس الفترة اللي جاية برج الجوزاء بوجه عام سواء بنت أو ولد هيغير من نفسه. يعني احنا دايما الانطباع اللي واخدينه عن الجوزاء ان هو كل شوية بحالة. لا هيتغير، هيبقى ماشي على وتيره معينه او على سيستم معين، مش هيتغير لان هو عايز يلخبط الناس فهيقوم عامل عكس ما الناس فاهماه. تمام. سواء بنت او ولد. حلو. نيجي لبرج السرطان. لا قبل السرطان معانا تليفون. معانا ايمان. معانا ايمان. ايمان يا ايمان ازيك؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله احنا كويسين. انا بحب البرنامج بتاعكم قوي. ربنا يخليك يا ايمان. شكرا. انا بس عايزه اسال على انا 14/4 وجوزي 8/8. تمام. أنا عايزه اعرف كل حاجه. كل حاجه عايزه تعرف كل حاجه. أوكي. تمام شكرا يا ايمان. هي 14/4 هي برج الحمل واخده من الثور، وهو 8/8 اسد. طبعا الاثنين برضو برج ناري، بس يمكن راجل الاسد عنده الحنكه يعني اقوى منها هي شخصيا في او ممكن يبقى هادي وكول ومكبر دماغه، لكن هو اذكى او هو اسرع في الفكر وفي الطريقه. كبرجين مناسبين جدا جدا مع بعض وناجحين مع بعض، بينفعوا مع بعض جدا. لكن هي يعني ما تزنش او ما تبقاش تبقى عايزه حاجه دلوقتي. اوكي. تبقى سايبه مساحه او او تجي له تنقي الوقت المناسب. لان ست الحمل طفله كبيره. ما بتاخدش بالها من وهي بتبقى عايزه الحاجه او هي بتطلب الحاجه. ودايما برج الاسد ما بينفعش ياخد اوردر، او راجل الاسد ما بينفعش ياخد اوردر، او ما ينفعش لازم تبقى حاجه يعني اندايركت مش دايركت، يعني ما ينفعش تقولي له كده. لازم تقعدي بطريقه دبلوماسيه شويه. أيوة بالظبط. طيب معانا تليفون تاني من مهاب. الو. الو. ايوه ازيك يا مهاب؟ الحمد لله. قول لنا برجك ايه او عايز تسال عن ايه؟ انا ايه انا برج الاسد ومواليد 24/6. 24/6 انت مش اسد كده كده جوزاء او سرطان؟ سرطان واخد من الجوزاء. انا كده ايه؟
لا انت كده برج السرطان ده 24/6 لا سرطان وتاخد من الجوزاء. طب عايز تسال عن حاجه معينه يا مهاب؟ عايز اسال عن الاحوال. طيب ماشي يا مهاب شكرا. 24/6 سرطان. برج السرطان بوجه عام برج عاطفي وحساس، دايما بيسعى ان هو يبقى احسن، بس هو بقاله فتره الدنيا عنده مش حلوه، بس السنه دي بالنسبه له من شهر 3 الدنيا اختلفت 180 درجه، بس برده هو برده من الابراج اللي بيتكلموا كتير، فالحاجه عنده ما بتظبطش، فبقول للسرطان يقفل بقه شويه علشان الدنيا تمشي، لكن بوجه عام الفتره اللي جايه حلوه بس من بعد 10/7. اوكي طيب احنا معانا سمر. يا سمر ازاي؟ ايوه اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي اتفضلي. انا برج السرطان 10/7 10/7 12 اهلا وسهلا بيك. انا عندي سؤال عاوز اسال على برجي 10/7 وجوزي 13/1. هي 10/7 هي 10/7 و13/1 ده جوزها. اوكي عايز تسالي عن اي حاجه ثانيه؟ عاوزه اللي هو الاتفاق مع بعضينا. انت شخصيتك اقوى منه بكتير. لا شكرا. احنا هتسمعي اجابه سامي من التلفزيون يا سمر، شكرا ليكي. هي شخصيتها اقوى، هي اكتف اكتر منه. هو كول يعني دايما هادي. قوي، وبعدين بيتصرف بتصرفات ممكن تستفزها، ردوده بتتاخر عليها، فهي لازم تهدى شويه، لان ست السرطان دايما بتبقى كن فيكون او عايزه الحاجه دلوقتي، بتبقى عامله زي الطفله. اوكي. فبقول لها اهدي شويه. وبرج السرطان والجدي من الابراج اللي بيتوافقوا مع بعض جدا جدا. طب حلو قوي. معانا تليفون تاني من هاجر. الو. ايوه حبيبتي. ازي حضرتك؟ الو. ايوه احنا سامعينك اتفضلي. ايوه حبيبتي اتفضلي. أيوة. بصي ممكن لو سمحتي هتستفسر عن 29/11. تمام 29/11. تمام ممكن تسمعينا من التليفون. 29/11 وبنتي 16/11. تمام ماشي. وابني 16/8. طيب ماشي هنحاول نحفظ كل ده. يبقى كده 29/11 وبنتها 16/11 وابنها 8/11 تقريبا. لا ما كانش في 11. لا لا كان نفس الشهر. لا كان في 8. كان في 8. ما كانش في 11. كان في 8. طيب تمام ماشي شكرا لك. هي 29/11 هي برج القوس، تاخد من العقرب. هي شخصية قوية. 29/11 القوس. 29/11 القوس. فاكراها عقرب مش عارفة ليه. قوس. تاخد من العقرب. وهي شخصية قوية جدا جدا لأن هي بتجمع ما بين القوس والعقرب. الفترة اللي فاتت دي مش حلوة، بقول لها ما تاخديش قرارات الفترة دي خالص. يعني او لو تاخدي قرار يا ريت حد يفكر لك، مش انت اللي تفكري لنفسك. تمام. بالنسبه لبنتها 16/11 هي برج العقرب. بس تاخد من القوس، بس يمكن بنتها بتفكر احسن منها شويه او اذكى منها. او بتعرف تاخد قرار صح اكتر منها. اوكي. لانها مش عاطفيه، هي الام عاطفيه او بتفكر بالعاطفه شويه، لكن البنت مشغله عقلها اكتر من قلبها. أوكي. فبقول لها اسمعي كلام بنتك. طيب احنا معانا محمود. يا محمود ازيك؟ الو. ايوه يا محمود ازيك؟ ازاي يا عم الله يخليك؟ الحمد لله تمام. اتفضل برجك ايه؟ انا مواليد 24 ومرتي مواليد 21/7. مواليد 24/9. لا 24 ايه؟ مواليد 24/9. 24/9 ومرات حضرتك 21؟ مراتي 21/7. 18/7. 18/7 تمام. ايوه ماشي اوكي شكرا ليك. 24/9 هو برج الميزان وياخد من العذراء. مشغل دماغه طول الوقت، او يعني بيميل لاهله اكتر واولاده اكتر. الفتره اللي جايه ديت المفروض ان هو عنده شغل جديد وداخل في شغل جديد، او على خطوه جديده في حياته عمليا، والخطوه دي هتبقى حلوه جدا جدا. هتفرق معاه، وعندهم انتقال من مكان لمكان. اوكي. مراته 18/7. برج السرطان تاخد من الاسد شويه. هم كبرجين كويسين جدا 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 جدا، وعايزه اقول لك ان اللي عامله البيت او ظابطه البيت هي مراته اللي هي 17/7. هي اللي بتهندل كل حاجه. 18/7 هي اللي بتهندل كل حاجه، هي اللي بتظبط كل حاجه. وهي اللي بتفكر. فبقول له اسمع كلامها، لان هي يعني دماغها حلوه جدا للبيت يعني كالاسره. حلو قوي. طيب معانا برضو محمود. الو. الو. ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا الزوج 21/11. 21/11 تمام. والزوجه 1/10. تمام. حضرتك بتسأل عن حاجة معينة؟ أعرف بس.
تمام كده 21 11 و 11 اقوس و 11 الميزان. دول من اقوى الابراج اللي ناجحه، يعني راجل القوس لما يقابل ست الميزان لازم يتجوزه وما يطلقوش، حتى لو حصلت مشاكل، حتى لو حصل اي حاجه، من اقوى الابراج اللي ممكن لما يتجوزه. او برج القوس بوجه عام دايما لو قابل ست الميزان بيتجوزها وما بيسيبهاش، لان هي اللي بترتب له كل حاجه، وهي اللي بترتب له حياته، وهي اللي بتبقى يعني هي اللي بتعمل كل الكيان، هي العمود بتاع البيت، هي اللي بتفكر له حتى لشغله. فكعلاقه جواز مع بعضهم ناجحه جدا جدا حل. جدا الفتره اللي جايه عندهم انتقال من مكان لمكان، من بيت لبيت، وده هيبقى سبب فيه راجل القوس مش الست، مش ست الميزان، راجل القوس. تمام. طيب عايزين نعرف ولد 1/7. ولد 1/7 سرطان. برج السرطان الفترة اللي فاتت ديت بقول لك من قبل رمضان كانت الدنيا ماشية معاه حلو جدا جدا، جينا رمضان وبعد العيد الدنيا مش حلوة عندهم، من كتر ما هم قعدوا يتكلموا عن نفسهم كتير والدنيا مش ظابطة، الدنيا مش هتظبط معاهم تاني إلا بعد 20/7. يعني برج السرطان بوجه عام الدنيا مش هتظبط معاه تاني إلا بعد 20/7 أو بعد 25/7 كمان، هتبتدي تظبط معاهم تاني زي ما ظبطت معاهم أول شهر 3. تمام. لكن الفترة دي عندهم ركود، عندهم مشاكل، عندهم الماديات عندهم مش حلوة. ما أنصحهمش إن هم ياخدوا قرارات أو يعملوا أي حاجة الفترة ديت. أوكي. في برضه بنت 26/6. 26/6 سرطان بس تاخد من الجوزاء. يمكن الوضع يختلف، يعني السرطان اللي بيبقى في اول 10 ايام من الجوزاء الدنيا مختلفه معاه شويه، لان الجوزاء او بنات لان الجوزاء برج قوي سواء ست او راجل او ما بيقفش عند حاجه معينه، فهي سرطان واخده من الجوزاء فهي بتجري، يمكن احداثها بتجري عن السرطان اللي في 7، بتسعى لان هي لتشتغل او حاجه في الميديا. دايما بنات الجوزاء عندهم 99.9 من بنات الجوزاء بيسعوا للميديا بقى، سواء غنى، اخراج، اي حاجه في الميديا. دايما بيسعوا لده جدا جدا جدا، لان هم بيحبوا الشهره، بيحبوا حتى لو هيعملوا حاجه في السوشيال ميديا، حتى لو يبقوا متواجدين، يبقوا متواجدين ومشهورين، هم بيحبوا الشهره. فبقول لهم الفترة اللي جاية عندكم حلوة جدا جدا، بس بمجرد بس ما يخلص برج الجوزاء، لأن دايما كلنا كل الأبراج لما بيجي برجه الدنيا ما بتبقاش عندهم لطيفة. ما بتبقاش ظابطة. طيب 15/4 ولد. 15/4 برج الحمل ياخد من الطور، عندهم سفر الفترة اللي جاية. واللي مساعده على كده برج ان هو واخد من الطور مش الحمل. مع ان الحمل السنه دي احنا قلنا عن راس السنه في الابراج بتاعت الحمل، قلت لاي راجل حمل لو جات له فرصه سفر يسافر، لان الدنيا هتبقى مختلفه معاه، او لو عنده شغل او بزنس مع بلد بره او مع حد عايش بره يشتغل ده، لان حمل او طور السفر ليهم، او راجل الحمل والطور بالذات سفر او سفر ليهم بره البلد اللي هم مولودين فيها هيفرق كتير، او رزقهم بيكتر لما بيطلعوا بره البلد اللي مولودين فيها. حلو قوي. طيب معانا تليفون، معانا محمد على التليفون. يا محمد ازيك؟ الو الو يا محمد ازيك؟ الله يسلمك. اتفضل. تاريخ ميلادك كام؟ 24/11. عايز تسال عن حاجه معينه؟ ايوه سن. اتفضل. عايز تسال عن ايه؟ هو سمعنا من التلفزيون في ديلي. طيب معانا مروان. مروان الو. ايوه يا مروان ازيك؟ سمع حضرتك. تاريخ ميلادك كام؟ 4/8. عايز تسال عن حاجه معينه؟ انا كويس. طب الحمد لله. 4/8 هو الديلي. ديلي. طيب شكرا ليك، شكرا ليك يا مروان. هو 4/8. اوكي. برج الاسد واللي قبليه كان كام؟ 24/11. 24/11 اوكي تقريبا يعني. انا ناسي اللي قبليه بس انا. طب خلينا في مروان الاول. 4/8. 4/8 برج الاسد، ولد الاسد بيبقى اكبر من سنه، سابق سنه. يعني الفترة اللي جاية عندهم حلوة جدا جدا برج الأسد، لأن أنا قلت قبل كده في أول السنة إن النص الثاني عند برج الأسد هيبقى أحسن بكتير من النص الأولاني، عمليا وماديا وكعلاقة ارتباط، أو عندهم ارتباط جديد، لأن هم خارجين من حياة قديمة داخلين حياة جديدة. أوكي. فالنص الثاني بالنسبة له حلو جدا. تمام. خلينا لو محمد يعني على حسب ما أنا فاكرة كان 24/11. أوكي. 24/11 برج القوس. كان 24/11
كان برج القوس بس ياخد من العقرب. الفترة ديت سواء عقرب أو قوس هيبتدوا يرجعوا ياخدوا، يعني الفترة اللي فاتت كانت عندهم مش حلوة، كان عندهم فلوس راحت منهم، فلوس عايزينها من حد، ماديات، عمليات، يعني شغل عملوه بس ما خدوش حقهم سواء في شغل او كانوا داخلين في حاجه مع اصحاب في شغل وكان فيه فلوس او ماديات، الفلوس دي هترجع لهم او الفتره الجايه عندهم فلوس هترجع عن طريق عمل، بس حاجات كان شغل قديم او حاجه من الاربع سنين اللي فاتوا. اوكي. سواء عقرب او قوس الفتره اللي جايه عندهم ماديات راجعه من شغل قديم اتعمل الاربع سنين اللي فاتوا. حلو قوي. طيب معانا برضو تليفون من ندى. الو ندى. الو. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب سابي، لو احنا انا نسيت طبعا احنا كنا واقفين عند ايه، خلصنا عيالي عدينا، لا خلصنا، خلصنا نخش بقى في سرطان. السرطان قلناه ولا خلصناه؟ بس انت قلتي عن السرطان، يعني اتكلمنا عن السرطان وخلينا نقول الاسد بوجه عام بسرعه. الاسد النص اللي هنبتدي من بعد 20/6 الدنيا هتختلف معاه عمليا وماديا زي ما كنا بنقول من شويه، بس يتريصوا ويبطلوا كلام ما يقولوش ويفكروا كويس لان كل خطوه هتتحسب عليه. تمام. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء الفترة اللي فاتت كان مشتت شوية أو متلخبط، بيعيد حساباته سواء ست أو راجل، بس بقول لهم إن الفترة اللي جاية عندهم ارتباط جديد، داخلين حياة جديدة، عندهم شغل جديد داخل عليهم أو هيبقى يجمعوا ما بين شغل اتنين شغل. لو هو شغال في حتة أو هي شغالة في حتة هيجمعوا ما بين شغل تاني إضافي للشغل الأولاني. عندهم ماديات داخلة لهم حلوة جدا جدا. كل ده هيحصل بعد شهر 7. احداث كتيره هتجري ماديه وعمليه. نيجي لبرج الميزان. برج الميزان الفتره اللي فاتت ديت كان هو برج شكاك شويه او بيفكر كتير او بيشغل دماغه، كان عنده شويه مشاكل الفتره اللي فاتت بيفكر فيها بس اتحلت او لقى لها حل. الفتره اللي جايه ديت عنده كان النص الاولاني من السنه بيفكر في احداث او تغيير او يعني عايز يجدد من نفسه او يعمل حاجه جديده في حياته. كان بيفكر بس ما نفذش، كان كلام بس. الفتره اللي جايه هيبتدي يقابل ناس او هيصادفوا ناس يساعدوه في ان هو ياخد خطوه ايجابيه في اللي كان بيفكر فيه. طيب عايزين نعرف نكمل، بس الاول عايزين نعرف ولد 1/11 و26/3 برضو ولد. اوكي. 6 1 11 برج ده راجل عقرب. الاثنين و 1 3 لا 26/3 حمل، هي حمل و لا الاثنين راجل برضو. ده راجل. طيب اوكي انا بحسب يعني لا رسالتين منفصلين. طيب خلاص 1 11 ده عقرب، لسه كنا بنتكلم عن العقرب دلوقتي كنت هقول عليه. ان الفتره اللي جايه عنده يعني فلوس ماديات جايه له تعويض عن فتره فاتت كان بيشتغلها او فلوس كان عايزها من حد او كان مسلف حد فلوس وما خدهاش، فلوس راجعه له تعويضات عن فتره فاتت. اوكي. عمليا برضو من الابراج اللي رزقها اكتر بره البلد اللي اتولدت فيها العقرب، وبالاخص راجل العقرب. البرج الثاني كام؟ 26/3 حمل ياخد من الحوت. بقول لهم الفتره ديت عندكم ابتدت يعني تمشي شويه، يسكتوا ما يتكلموش كتير لان راجل الحمل بيتكلم كتير قوي قوي. بقول له داري عشماتك عشان تقيد. لو جات لك سفر بره البلد اللي انت عايش فيها سافر. او لو عندك شغل مع حد في دوله بره اشتغل معاه. لان هيفرق كتير معاه. سابي نورتينا جدا، كان نفسنا نلحق نقول كل الابراج بس الوقت عدى بسرعه، كان عندنا مكالمات كتير يعني. نورتينا جدا وبشكرك. شكرا ليك. شكرا يا نوران. نورتينا. شكرا يا حبيبتي. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، واستنونا بكره في نفس الميعاد. باي باي.